عندما يأتي الرد متسرعاً وبلغة تسوق صاحبها إلى المحاكم، فإنه يستتبع رداً كهذا الذي تريده الجديد وبكامل المسؤولية عن كل حرف سيأتي أدناه. إن شركة إبسوس وفي أثناء صوغها بياناً تحفظ فيه ماء إحصائها أمام زبائنها، انزلقت إلى عبارات من شأنها أن تشكل مادة للطعن بها وبمنشآتها وآلية عملها. فإبسوس ردت على بيان انسحاب 5 محطات تلفزيونية بأسلوب مهين أسود، متهمة هذه القنوات بالسعي إلى تبرير الفشل أمام مشاهديها والمعلنين. من جهتنا نقول إن القنوات 5 الفاشلة أصبحت 6 بعد دخول المنار إلى حلقة الاعتراض، والانسحاب بات يشمل الام تي في، الجديد، الام بي ان، المستقبل، تلفزيون لبنان، إضافة إلى المنار. ومن موقعنا كمحطات فاشلة نتهم الشركة بأنها اعتمدت التزوير عندما كانت ترفع الجديد إلى مرتبة أولى إحصائياً في بعض المراحل وعلى سبيل الرشوة. وبما أننا لا نتعاطى الرشا فقد انقلبنا على أرقامها المشكوك بتوزيعها. إبسوس تدعي أنها تعمل بحرية وأن التلفزيونات المعترضة غوغائية، فمتى أصبح الدفاع عن حقوق المحطات عملاً غوغائياً؟ وهل يدرك كتبة إبسوس معاني هذه العبارة التي قد تورطهم بدعاوى قضائية؟ أم أن من صاغها أوردها بغوغائية بلا تمعن بأبعادها المهينة؟ وتقول إبسوس إنها شركة إحصاء عالمية تتواجد حالياً في 86 بلداً في العالم. على سبيل الرقم فإن هذا صحيح، لكن البلدان 86 لم تكتشف تزويركم ولا سبل محاباتكم. وغدا فإن هذه الدول ستشكر المحطات اللبنانية 6 لأنها بانسحابها هذا كشفت الخلل وعرت إبسوس من ورقة الإحصاء وتجرأت على رفع الصوت أمام إمبراطورية الاحتكار التي طال أمدها 26 سنة. الشركات العالمية في الخارج من حقها أن تعلم أن في لبنان شريكاً لها يمارس التزوير بهدف المنفعة الشخصية على حساب الشركات العالمية، ومن حق رأس المال الخارجي الاطلاع على الحقيقة بهدف المحاسبة كما حصل مع إبسوس لدى رفع دعاوى جزائية ضدها في كل من مصر والسعودية قبل الاستغناء عن إحصاءاتها في السوق المصرية والسعودية. تعمل إبسوس على مساحة الكرة الأرضية ولا تملك نظام التليميتر إلا في لبنان، وهو الآلة الأساسية لقياس نسبة المشاهدة لديها، والتي شابها الكثير من الاعتراضات ومن خبراء دوليين أبدوا ملاحظاتهم على طريقة استخدامها المشبوهة محلياً. والإفلاس غالباً ما يدفع إلى التذرع بأسباب طائفية، وهذه حال إبسوس في بيانها ضد المحطات 6 التي اتهمتها جميعاً وعلى اختلاف تنويعاتها بالمهاترات والمزايدات وزواريب السياسة الطائفية. وبموجب اتهامها يصبح تلفزيون المستقبل على خط سواء مع المنار، والأم تي في مع الأم بي أن، وتلفزيون لبنان يصبح فئوياً، والجديد تضرب بسيوف الطوائف جميعاً. جمعت إبسوس وفرقت وأصابتها عوارض الأمراض الطائفية على العشرة، وأصبحت تتقن لغتها كأي سياسي محلي، ما يستوجب وضعها تحت الحجر من قبل مسؤوليها لمراقبة أدائها الذي انحرف عن مساره. أما محطة الأو تي في وإعلانها البقاء على الحياد فلن نجهد في ذلك طويلاً إذا عدنا إلى كلام الجنرال الذي لا نقاش فيه. يوم أبشع أنواع الناس يلي بتعشرون كل يوم يمكن اللي بيقولوا عن حالهم اني على الحياد، مين على الحياد؟ بيت فاضي برسم الأجار، هذا المحايد. واستناداً إلى البيت البرتقالي لا يمكن أن تكون وسطياً بين مزور ومعتدى عليه، فالمحطات بانسحابها كان هدفها التغيير والإصلاح. التغيير بدأ مع إبسوس ومحطته الأولى بالانسحاب والإصلاح في القضاء، مزودين بشهود من أهلهم عن الطريقة التي كانت متبعة في التزوير واللعب بالأرقام لحساب الـ LBC والصحف الناشئة كان يراد رفع أسهمها على حساب صحف عريقة. سنلاحق إبسوس وآل شويري والـ LBC وكل من ثبت تورطه، وبيان رد الإبسوس وحده يأخذها إلى جرائم القدح والذم واختلاق الجرائم بموجب المواد 582 و583 و584 و402 و403 عقوبات، مع طلب تعويضات لكل المحطات عن الضرر وتشويه السمعة. واللقاء معكم تحت سقف القانون.